لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم لمتابعة منافسات المقابلة الثانية التي تجمع بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الإماراتي، وهذه التشكيلة الخاصة بالمنتخب الوطني المغربي الذي يدخل لهذه المواجهة بالأسماء الآتية: إسماعيل الوريري، هنالك ربيع أبو طالبي، زهير جباري، ولكن هنالك تغطية خويبة وردت فعل رائعة من حارس المرمى، ردت فعل رائعة من الوقت يمر، ومحاولة ممتازة ربيع، يرجع كرة خلف، محاولة فرصة صويبة، ولكن كيفية التعامل مع هذه العملية الهجومية؟ لاحظوا أن المنتخب الإماراتي وجد الطريق، وجد السبيل ديالو نحو المعترك الخاف، فرصة إمكانية المرور، أو صعيبة هذه، صعيبة هذه، صعيبة هذه، غريبية، ولكن هناك تايم أوت، حديث بين الحكام إن كانت الكرة فعلا تجاوزت الخط الخلفي للملعب أم لا، ماذا هناك؟ رقم 9 ونشاهد هنا هدف ثالث على ما يبدو، نعم الهدف الثاني عبد الله البلوشي، والهدف الثالث يأتي في هذه اللحظات، نفس اللاعب عبد الله البلوشي السعيد، محاولة ممتازة، ممتازة، فرصة، فرصة، هدف، وهدف جميل ربيع، ربيع أبو الطلبي، ربيع أبو الطلبي ربما غيصوب، ربما غيصوب، غيصوب، صويبة، او كانت صعيبة، 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 او الكرة صعيبة، هدف، او هدف إماراتي رابع، هدف إماراتي رابع، الموقع نيميرو 9 هو اللاعب نفسه، تفاصيل هذا الشوط، هذه محاولة خطيرة، هذه محاولة، ضربة جزاء، ضربة جزاء وبطاقة أبدا، ضربة جزاء للإمارات العربية المتحدة. وصلنا للحظة يمكن نعتبرها بأن شي دياغو بيسجل هدف خامس. السلام عليكم. نعم للإمارات العربية المتحدة الرقم رجعت من جديد، ربيع أبو طالبي كيتمكن من الكرة ديالو، الحكم كيدخل كيقول هنالك مخالفة، نعم كرة إذن مغربية، يخدم يصوب والهدف، الهدف الثاني للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، 2-5، 2-5 للجهة اليسرى، محاولة المرور ضائعة تصبح مغربية، فرصة، فرصة، فرصة التعديل، فرصة الآن والهدف، نعم لتدليل الفريق، والموقع زوير جبري يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف رائع، يأتي في هذه اللحظة 3-5، يصوب والهدف، والهدف الرابع، الهدف الرابع، هدف جاء في وقته، هدف علي خديم، يخدم المصالح المغربية اليوم، لا يستسلمون، لا يملون، لا يكلون، يبحث مستمرة من ربيع، ربيع يسجل جول، 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 جول لربيع أبو طالبي، يسجل خامس الأهداف في مقابلة اليوم، يسجل خامس الأهداف في خارج الخط الجانبي للملعب، محاولة ممتازة، جول، جول سادس، يحرك جنبات المدرجات هنا، هدف رائع، هدف سادس جميل، 34 ثانية، 32 ثانية، 30 ثانية، يأتي هدف، يأتي هدف، يغير كل شيء في هذه المقابلة، 30 ثانية الأخيرة للمنتخب الإماراتي، للمنتخب، صويبة، أو صويبة، جات في وقت صعب، 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 صعب جدا، 10 ثواني الأخيرة، يعني صويبة جات في الوقت الحاسم من عمر هذه المنافسة.